في ظروف طبيعيه. واسمحوا لي انا بتكلم مش بس في الكوره، بتكلم في العموم يعني، دي ثقافه يعني اتمنى انها تتغير. فكره انك انت تكسر في كل شيء ناجح، بدل ما تحاول تجتهد، بدل ما تحاول تقلد، بدل ما تحاول تشوف وتعدد الاسباب اللي وصلت الشخص ده او المؤسسه دي او الكيان ده او النادي ده نجح ليه، وتشتغل على نفسك عشان تقلده، فتستسهل فتحاول تشوه اي حاجه ناجحه او اي حاجه كويسه. على فكره يا جماعه، في الظروف الطبيعيه بكلمكم بجد، اي نادي يوصل نهائي دوري ابطال 3 نسخ متتاليه ده نجاح عظيم بصرف النظر عن النتيجه. واعتقد ان احنا عارفين لو المباراه دي اتلعبت كانت في ظروف طبيعيه فيها عداله وفيها تكافؤ فرص، كان ممكن جدا جدا والاحتمال الاكبر كان الاهلي يتوج بالثالثه على التوالي. مين نادي في افريقيا وصل انه يلعب 3 نهائيات متتاليه غير النادي الاهلي؟ مين نادي في افريقيا وصل في اخر 10 سنين انه يلعب 7 نهائي دوري ابطال ويجيب 4 منهم ويجيب معاهم كونفدراليه؟ فبالتالي الحمله الممنهجه دي لما اشوفها على فكره بتحصل مع انديه تانية بتخرج من دور المجموعات او بتخرج من دور الثمانيه ولا بتخرج حتى من قبل النهائي، افهم واتوقع ده. لكن لما اشوف حمله ممنهجه من ساعه نهايه المباراه اللي اتعملت في ظروف غير حياديه وغير طبيعيه ضد الاهلي وضد جهازه الفني وضد لعيبته ونجومه وضد ادارته، اعتقد انه ده شيء محدش يقبله ابدا. اسمحوا لي ارحب بضيفي النهارده ونجمي كابتن اشرف ممدوح، نتكلم معاه في اللي جاي، لانه انا يهمني جدا اللي جاي، ويهمني ما نتاثرش بالمطب ده، عندنا مطبات اصعب وامنا اقوى، وده اللي يهمني واعتقد انه يهم كل الاهلاويه اللي بتحب وبتغير على فرقتها وعايزاها دايما في المكانه والمرتبه رقم واحد. مساء الخير اشرف واهلا بيك. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك دايما، وطبعا على شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. منور الدنيا، مش هقول لك لهارد لك، لانه يعني انا قلت في بدايه الموضوع ملوش علاقه باللك، لا بالهارد ولا بالباد على الاطلاق، والموضوع كان ممنهج بس بالتاكيد يعني عايز اقف معاك شويه في رده الفعل، لانه انا شايف ان رده الفعل لا تتناسب اطلاقا مع الظروف اللي اتلعبت فيها المباراه، مع الانجازات والنجاحات اللي حققها النادي الاهلي على مستوى الكوره في السنوات الاخيره، او للجيل تحسب للجيل يعني ده في السنين اللي اتكلمت عنهم وال10 سنين يعني الاخيره بشكل كبير. طب خليني في البدايه بس يعني انا ما قدرتش ارجع ناس التاريخ، لان رجعت التاريخ هنقعد كتير او كتير مش يعني عايزين حلقات وشهور يعني مش ايام. طب خليني اتقدم بس بخلص عزائي لزميلنا طبعا الناقد الرياضي محمد ابو علي، يعني وفاه والدته طبعا يعني طبعًا. ربنا يرحمها برحمته الواسعه يا رب اللهم امين، ويصبره طبعا يعني يا رب. واحد من الناس المحترمه جدا يعني الحقيقه محمد هو دايما يعني خساره الام والاب بتبقى صحيح. صدمه بتبقى صعبه جدا يعني. يعني ربنا يصبره طبعا يعني ان الله وان الله يرجعون طبعا هارد لك للنادي الاهلي وجماهيره، ويعني كلنا الحقيقه من امبارح يعني في حاله حزن شديده جدا. وعايز اقول لك انه من بعد المباراه انا حاسس ان مصر كلها حزينه، يعني بغض النظر عن القله، شفت ناس بغض النظر عن القله، يعني خلينا نتكلم عن قله، لان جماهير النادي الاهلي الوفيه لا والفاهمه وعارفه قيمه النادي الاهلي لا حزينه فعلا، وعارفه انه النادي الاهلي بذل مجهود كبير جدا جدا الفترات اللي فاتت، وان النادي الاهلي يعني اسمح لي اضيف بس على الجزء الصغير اللي انت قلته واللي انا حوله برضو صغير جدا جدا في قيمه النادي الاهلي، لانه لازم جمهور النادي الاهلي في كل مكان وجماهير الكره في الوطن العربي كله تعرف قيمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي اقرب منافسيه مثلا في الدوري المحلي، تتكلم عن 29 سنه عشان يوصل اقرب منافسيه ليه، 29 موسم، تتكلم في 42 بطوله واقرب منافسيه ليه عشان يوصل له سنين طويله لو جدا. الاهلي مش موجود، لو الاهلي مش موجود اساسا، بتتكلم في الكاس مصر نفس يعني لو اتكلمنا في مثلا 17 18 سنه او 20 سنه تقريبا، برضو 20 موسم عشان تقدر توصل البطوله القاريه، اتكلم ده في محلي. البطوله القاريه انت فارق عن اقرب منافسيك 5 بطولات في العشر سنين اللي فاتوا، بتتكلم في 7 مباريات او 7 نهائيات وصول 7 تحصل عليهم 4 مواسم منهم موسمين اللي فاتوا. السوبر المصري 10، السوبر السوبر الافريقي 8 مرات، يعني لو قعدنا نعد او نعدد بطولات النادي الاهلي على المستوى المحلي او على المستوى القاري او حتى على المستوى العالمي، لا هنتكلم كتير جدا جدا. انا عايز اقول ده ليه؟ لانه مش عايز الجمهور النادي الاهلي الوفي جدا ده
يزعل بالشكل الكبير ده. هو صحيح احنا بنزعل لما بنخرج من بطوله نخسر بطوله، لان احنا ما بنخرجش من البطولات الحمد لله بشكل مهين، احنا دايما بنوصل للنهائيات. ولازم تفتخر ولازم تعتز قوي قوي بانتمائك للنادي الاهلي، لانه النادي الاهلي كيان كبير جدا جدا في افريقيا وفي الوطن العربي، كيان يستحق انك تفتخر وتتشرف انك بتنتمي ليه. فلازم يكون في فخر كبير جدا جدا وفي اعتزاز شديد جدا جدا. طيب. وفي حزن كبير جدا من جميع النادي الاهلي، ولكن بخوف وانتماء، وده اللي هنقوله الفتره الجايه. انا عايز اقرا معاك وجهه النظر، يعني احنا في كذا زاويه ممكن نشوف منها اللي حصل وكلنا نستفيد، جماهير، اداره، جهاز فني، لاعبين. بس اسمح لي اروح لفصل ونرجع بقى ندخل ونبتدي كلامنا. اتفضل. مرة تانية أهلا بكم في السادسة. أنا هبدأ بالجمهور، يعني مقدم تماما طبعا مشاعر الزعل، سميها إحباط ماشي، غضب ما عنديش مانع خالص زي ما أنت عايز، بس إياك ثم إياك ثم إياك أنه يتم استدراجك أو أنه يتم استخدامك في الحالة دي اللي حصلة، واللي أنا مش قادر أفهمها ولا استوعبها الحقيقة، حالة التربص من نادي الأهلي من جوه مش من بره. يعني من بره ممكن نبقى فاهمين ده ليه، من بره في اسباب ودوافع كتيره جدا تحاول انك انت بطرق مشروعه او غير مشروعه تكسر في عملاق افريقي، مش قادر تنافس، مش قادر تنجح، محتاج تحطه في ظروف او تحت ضغوط معينه عشان توصل انك تبقى منافس ليه او انك تقدر تتفوق عليه، لكن من جوه مش قادر افهمها. وبالذات لما تبقى من جمهور وبتبقى صعبه شويه، بتبقى صعبه على الاداره وبتبقى صعبه على الجهاز وبتبقى صعبه عليا. فارجوك ما تنسقش لمحاولات ضرب استقرار الفريق، ما تنسقش لمحاولات تكسير نجوم فرقتك، دول النجوم اللي شالوا اسم النادي الاهلي واللي ياما فرحوك. انا بتكلم على الجيل ده بس، مش بتكلم على التاريخ دلوقتي، بتكلم على الجيل ده، ان هم دول الولاد اللي مروا بظروف قاسيه جدا وتحديات صعبه جدا، وكانوا دايما على الميعاد في مناسبات كتيره جدا، رفعوا راسنا وشرفونا في الوقت اللي ما كانش حد مستني منهم حاجه. فالولاد دول امانه في رقبتكم، والولاد دول هم اللي هيفضلوا مكملين رافعين اسم النادي الاهلي لغايه اخر الموسم، وممكن المواسم اللي جايه كمان، وممكن يكون هم لو قدر لنا ان يبقى في كاس عالم بنسخه جديده يبقى هم اللي بيلعبوا شايلين اسم النادي الاهلي في بطوله كاس عالم. فما تكسرهمش، ازعلوا منهم بس ما تكسرهمش. هبتدي معاك بالجمهور قبل ما اروح للعيبه والجهاز والاداره وايه المنتظر عشان نعدي المطب ده ونبقى احسن من الاول، زي ما الاهلي دايما عودنا بيطلع من المطبات الصعبه احسن واقوى من الاول. الجمهور شايف رد الفعل ازاي، وشايف محاولات استدراجه ازاي، وشايف ان احنا ايه المطلوب مننا كجمهور في الفتره اللي جايه؟ كلامك مهم جدا جدا يا احمد، وتحديدا يعني انا جيت الحلقه النهارده عشان الكلام اللي بتقوله ده. لانه دور الجمهور او جمهور النادي الاهلي الدايما اللي هو دايما في ظهر النادي الاهلي وبيدعم النادي الاهلي في التوقيت ده، في التوقيت اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، مش وقت تحقيق البطوله، مش وقت وانت كسبان وفي منصات التتويج او مبسوط وفرحان، هو ده، وانت في يعني مش هقول في وقت خساره، في وقت خروج من بطوله، في وقت انحدار، مع انك بتكمل البطولات الثانيه، انت لسه عندك بطوله محليه ولسه محتاج انك تفوز في الدوري او تفوز بالدوري، وكمان محتاج تدخل ان شاء الله افريقيا الموسم اللي جاي. فانت النادي الاهلي النهارده محتاج جمهوره، وده اللي عايز اقوله، انه ما ينفعش النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يستدرج باي شكل من الاشكال وراء صفحات هو عارف كويس قوي، او الجمهور عارف كويس قوي مين وراها ومين اللي بيحاول يكسر النادي الاهلي، والحمد لله ده ما حصلش وعمره ما هيحصل. فبالتالي انت محتاج النهارده جمهورك جدا جدا، واعتقد ان جمهور النادي الاهلي الواعي الفاهم اللي عارف كويس جدا جدا قيمه النادي الاهلي، لا لازم يوقف النهارده، وتحديدا بدايه من النهارده في ظهر النادي الاهلي. عندك بطوله مهمه جدا جدا للدوري العام، محتاج الاربع مؤجلات اللي عندنا ان شاء الله نفوز في الاربع مؤجلات ونكمل المشوار في الدوري للحصول على البطوله. مش هتكلم في انك محتاج تفوز عشان توصل اول او تاني البطوله عشان توصل افريقيا، انا بتكلم على انك بتلعب على بطوله الدوري العام من النهارده. يعني حقيقي جمهور النادي الاهلي ما كانش كفايه هناك، ما كانش العدد كافي نتيجه حاجات كتيره جدا، عدم حياديه في ان المباراه تكون موجوده هناك، عدم حياديه في توزيع التذاكر، عدم حياديه في اختيار الملعب المناسب او يعني المناسب للمباراه دي في ارض او ملعب بعيدا عن الفرقتين يكون في ارض محايده، وبالتالي
كان لابد طبعا مع تكلفة التذاكر الطيران مع الرحلة الطويلة للمغرب، حاجات كتيرة جدا الحقيقة افتقد الاتحاد الافريقي للحيادية فيها بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي جمهورنا ما كانش موجود بالشكل الكافي بالعدد المناسب اللي يقدر يدعم فريق النادي الاهلي في المباراة دي. صحيح في اخطاء ومحدش يقدر يقول هنا في النادي الاهلي او تعودنا في قناتنا في النادي الاهلي هنا اننا دايما بنقول الحقيقه وبنواجه المواقف ما بنتهربش منها ابدا. أيوة. في اخطاء في فرقتنا فنيه، في اخطاء من مستر موسيميني، في اخطاء، ولكن لازم كمان نعترف على الجانب الاخر ان في اخطاء كبيره جدا جدا من الاتحاد الافريقي في كل اللي اتكلمنا فيه ده، في عدم الحياديه الكامله في تواجد هذه المباراه في المغرب. ايوه الكلام بقى عن تعهدات يعني انت بتتكلم على ده بيحصل قدام اكبر راس في كرة القدم على مستوى العالم جاني انفانتينو، حاضر ده وشايف ده بعينه، شايف ده بعينه طبعا. موتسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي اللي وعد لما جه يتولى المسؤوليه انه هيكافح الفساد وهيطور المسابقات في افريقيا وهينقل القاره الافريقيه او كره القدم الافريقيه على مستوى ثاني خالص. صحيح. بس التطبيق الفعلي اثبت فشل ذريع الحقيقه، واعتقد ان هم اقروا خلاص بعد المباراه انه المباراه النهائي في الموسم القادم ذهاب وعوده، وده اعتراف يعني صريح منهم انه ما حدث هو خطا كامل متكامل، وفي يعني بالتاكيد في مجامله كبيره جدا جدا للاتحاد المغربي وفي وللوداد المغربي. كل ده هنخرج منه بحاجات مهمه جدا جدا، انه النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت او في الموسمين اللي فاتوا تحديدا، ولازم وقت الازمات ووقت الخروج والخساره في البطولات الكبيره دي لازم نعترف ان رجالتنا كانوا يعني على المستوى المطلوب في حقيقي. المواسم اللي فاتت، وقلنا طيب. ان هم افتقدوا حاجات كتيره جدا. احمد اتكلمت انا وانت في ده في فترات طويله جدا، افتقد لاعبي النادي الاهلي في ظل تحقيق بطولتين، اكبر بطولتين في افريقيا دوري ابطال افريقيا للجمهور اللي هو الداعم الاول والاخير في مزبوط. في هذه المباريات افتقد احيانا ما بتبقاش عندك القماشه المناسبه موجوده بشكل متكامل في فرقتك، ما بتقدرش تدعم لانه ما فيش القماشه المناسبه، وبالتالي في ظل كل هذه الظروف وتقدر تحقق بطولتين وتتسيد افريقيا ب10 بطولات في السنوات اللي فاتت، لا النادي الاهلي الحمد لله عنده السكواد الجيد، محتاجين تدعيم. صحيح النادي الاهلي محتاج تدعيم الفتره اللي جايه، واعتقد يعني من غير اعتقاد هو تاكيد بالتاكيد مجلس اداره طيب. مستحيل يتاخر عن ده في الفتره اللي جايه، نتكلم لان الناس قلقانه جدا. انا عايز اقول لك وانا جاي في الطريق يعني هيك. حتى الناس بتكلمني طبعا. لا النادي الاهلي محتاج تدعيم، صحيح النادي الاهلي محتاج تدعيم ومحدش يقدر ينكر ده، واكيد مجلس الاداره وشركه الاهلي كره القدم ان شاء الله قادر على ده باذن تصور الله. واعتقد انه يعني فكره الدعم هتتم بشكل يعني على اعلى المستويات من كل الجوانب بشكل منظم ومرتب ان شاء الله. طبعا بس خليني الاول اروح للعيبه، انا عايز اتكلم معاك في الاداره، شايف ايه الـ يعني الدور اللي ممكن تقوم بيه، مش بكلم بس على اداره النادي الاهلي، انا بتكلم على اداره منظومه الكره في مصر. يعني هرجع بيك لاول حلقه، مش عارف كنت متابعنا من الاول لا، على فكره اصل الازمه، اصل الازمه اللي بيعاني منها الانديه والمنتخبات المصريه. لكن خليني اروح للعيب، وبرده في رساله للعيب اقول لهم ما تزعلوش من جماهيركم لما تقسو او تغضب عليكم بشكل فيه حده شويه، ده لانكم عودتوهم طبعا، وكل اجيال النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي اي حد لابس تيشرت النادي الاهلي عودتوهم انه حتى في اصعب الظروف انتم قادرين على انكم تحققوا ده، حتى في وسط العواصف والمطبات وعدم حياديه الاتحادات والى اخره انتوا قادرين تحققوا ده. فهم دايما سقف طموحاتهم عالي لاعلى درجه، وبالتالي لما بيحصل اخفاق معين حتى ولو كان ليه ظروف وليه اسبابه المنطقيه والمقبوله برضو الناس ما بتقبلش ده، فما تزعلوش منهم، ما تزعلوش منهم، لكن المطلوب منكم انكم تعوضوا جماهير النادي الاهلي وترجعوا باحسن صوره ممكنه في اقرب فرصه او اقرب وقت ممكن. اللعيبه شايفه اللي حصل ده ازاي، وازاي احنا نسند ونقوم، وايه المطلوب منهم في الفتره اللي يعني جايه؟ يعني بيبقى حاله غضب شديده جدا وحاله حزن شديده جدا جدا، خاصه انه لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني استشعروا قد ايه ان البطوله دي تحديدا مهمه جدا، لانه كان هيكون انجاز تاريخي، وانا اتكلمت انا وانت احمد قبل الحلقه، انجاز تاريخي اعتقد انه ممكن ما يتكررش لمده 50 60 سنه تاني. صحيح. فتاخد ثلاثه افريقيا ورا بعض طبعا، الخساره الحقيقيه فعلا لهذا الجيل من اللاعبين
وبالتالي الحزن غير طبيعي. انا كلمت اكتر من حد منهم، يعني حزن غير طبيعي، محتاجين دعم نفسي جدا جدا الفتره دي من كل الناس، من سواء من جمهور النادي الاهلي، وهو الدعم الاول والاخير. ودايما بقول كده انه يعني جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيقدر يفوق فرقته، وهو دايما اللي بيكون في ظهر الفرقه مهما كان دور مجلس الاداره او الجهاز الفني او الجهاز الاداري. عايز اقول لجمهور النادي الاهلي، وانا بركز معاك في الحلقه دي دايما على جمهورنا، لانه بالفعل ليه دور اكتر من 70-80% في العامل النفسي وخروج اللعيبه من او لعيبتنا من الحاله النفسيه السيئه اللي موجودين فيها دلوقتي. طبعا اللعيبه زي ما قلت ان هم يعني الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت تحملوا كتير جدا، لعب من غير جمهور، ضغوط او ضغط مباريات كبير جدا جدا خلال مواسم 3-4 مواسم متلاحمه، لا ضغوط كبيره جدا، ونفس الاسماء ونفس اللاعبين. فبالتالي لا، عندك الحقيقه ضغوط كبيره جدا على اللاعبين، محتاجين فعلا دعم كبير جدا جدا الفتره اللي جايه. بالتاكيد كابتن محمود خطيب ومجلس الاداره، وعايز اقول انه يعني في ناس بتهاجم كابتن محمود خطيب في شخصه، ودي الحقيقه يعني حاجه تستغرب لها جدا. يعني كابتن محمود خطيب يعني رمز من رموز الكره انا شايفه في العالم، مش في الوطن العربي. يعني دي نقطه خارج النقاش. انا بيتهيألي اي اهلاوي منتمي وعاشق للكيان حقيقي اتمنى يعني مدرك تماما لحجم وقيمه كابتن محمود خطيب، كابتن محمود خطيب كلاعب في اي فرق. انا عايز اقول لك احمد، انا شخصيا لما بتكلم مع كابتن محمود خطيب يعني انا شخصيا يعني جسمي بيقشعر. يعني تخيل انت، انا مع كابتن محمود خطيب فعلا لا يستحق ابدا ابدا. طيب، ان يكون فيه هجوم عليه في شخصه او حتى في مركزه كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب استهداف للنادي الاهلي. طبعا استهداف للنادي الاهلي. انا بتفق معاك. هي الفكره، انت بتتكلم على دور، لو بتتكلم على تقييم كمجلس اداره، لا انت يعني بتتكلم على كم من الانجازات يمكن تحقق في فتره طبيعي وفي ظروف صعبة جدا جدا جدا. والنموذج، انا ما بتكلمش على لاعب كرة بس، انا بتكلم على نموذج لاعب الكرة احمد اللي كلنا لغاية النهاردة سيرة كابتن محمود خطيب بتحترم من كل الاجيال اللي عاصرته واللي لم تعاصره حتى هذا الوقت. وبالتالي لا، كابتن محمود خطيب ارجو ان الناس تعرف قيمة كابتن محمود خطيب الاول قبل ما تتكلم على يعني الحاجات اللي ما اقدرش انسبها لجمهور النادي الاهلي، مش هقدر اتكلم فيها. انا اعتقد دول ناس اولا عددها قليل جدا، ثانيا مفهوم كويس قوي اغراضهم في الكلام ده. يعني هو كمان لم يقصر، يعني كابتن محمود خطيب في ظل كل هذا التعب اللي هو فيه بيساند الفريق في كل حاجه. صحيح، يعني صحيح. سواء على المستوى الاداري او حتى على مستوى تواجده طول الوقت. اذا كان يعني في لوم الحقيقه، اذا كان في ناس بتلوم يعني عن عدم فهم لموقف مجلس اداره النادي الاهلي، فمجلس اداره النادي الاهلي تطرق للملف الازمه بكل ما هو متاح ليه من ادوات. وبالتالي قلت لكم في بدايه الحلقه، مفيش مجلس اداره نادي مهما بلغ حجم وجماهيريه واسم وشعبيه النادي ده تقدر تتعامل مع اتحاد قاري او اتحاد دولي. الدور ده يقوم به اتحادات الاهليه، الاتحاد المصري. وده اصل الازمه اللي كنت بكلمك فيها. يعني قبل ما اروح للجهاز الفني، عايز اتكلم معاك في انه جماهير الكره في مصر اشرف ابتدت تحس انه الكره المصريه عموما، انديتها منتخباتها ما بقتش قادره تحافظ على حقوقها. ده صحيح. ما بقتش قادره يعني تاخد الحدود، تحصل على حقوقها حتى يعني على الاقل. يعني انت انا كنت بدي مثلا في موقف مشابه، بعتقد ان لو كان حصل مع اي نادي من الانديه اللي بتشارك في كاس عالم الانديه ما كانش ممكن ابدا الاتحاد الدولي يعمل ده، ولا الاتحاد المصري ولا الاتحاد الافريقي قدروا يقوموا. يمكن حاولوا بس لم ينجحوا في ان هم يقوموا بدورهم مع الاتحاد الدولي في انه يحل مشكله التعارض بين قصه بطوله افريقيا وكاس عالم الانديه. صحيح. الانديه في اوروبا زي الريال وزي اليوفي وزي الميلان وزي البارسا لما جم يخشوا يعلنوا ان هم عايزين يخشوا بطوله السوبر ليج اصطدموا بمين؟ حد اوروبي ومن وراه الفيفا. صحيح. وتقال انه دول هيمنعوا من المشاركه واللعيبه هتمنع مشاركه في بطولات الفيفا وكاس العالم. وبالتالي الانديه الكبيره دي اللي عندها امكانيات ماديه وعندها كوادر اداريه و الى اخره ما قدرتش تصطدم بده. صحيح. هنا الكلام بقى على المنظومه، ازاي تحافظ على حقوق منتخباتك، ازاي تحافظ على حقوق انديتك. وده دور كان طول عمر مصر، انت بتتكلم على انه قاره الاتحاد الافريقي هنا في القاهره، طول عمر مصر قادره تعمل ده بشكل من الاشكال. لكن الفتره الاخيره ابتدينا نحس انه ده بقى اتجاه عام ضد ما هو كل ما هو مصري. صحيح. يعني كل ما كان اتحاد الكره في اي بلد قوي بعلاقاته، بالتاكيد ما بيكونش بالصوت العالي، بيكون ليه دور كبير جدا جدا، ويكون في تخوف من اهمال رأيه او حتى اتخاذ قرار
عكس مصلحته من خلال لوائح. خلي بالك احنا دايما بنتكلم هنا في النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي ان احنا ما بنتكلمش خارج منظومه اللوائح او اللوائح القانونيه الخاصه بالاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي. احنا دايما بنتكلم في انه في تعارض شويه في عمرنا مثلا ما طلبنا تاجيل في ظل ظروف الامور ماشيه بشكل طبيعي، ولكن لما تبقى في مباراه مثلا نهائي افريقيا وعندك مباراه قبلها بثلاث ايام وهتسافر المغرب او ثلاث اربع ايام، تعارض كبير جدا جدا من حقك كفريق او من حقك كنادي انك تطلب من الاتحاد بلدك انه ياجل هذه المباراه او ياجل مباراه الدوري يعني. فانت بتتكلم دايما في لوائح يعني تمشي عليها، عمرك ما كسرت ده وعمرك ما طلبت انك تخرج خارج المنظومه دي او خارج اللوائح دي. انا مش عايز احط مقارنه ممكن تبقى جارحه، بس شوف الدور اللي بيقوم بيه الاتحاد المغربي لخدمه مصالح الانديه المغربيه طبعاً. ومعلش مع كامل احترامي وانا مش بلوم على القائمين حاليا، انا بتكلم عموما يعني المجلس الحالي واللجان السابقه في تولي مسؤوليه اداره شؤون كره القدم في مصر، والدور اللي بتقوم بيه او بيقوم بيه المسؤولين هنا ايا كان مسماهم ايه. يعني انا اتلخبطت من كتر الاسامي بصراحه، ايشي خماسيه وايشي ثلاثيه وايشي مجلس منتخب، والدور الناس دي بتقوم بيه في خدمه مصالح الانديه المصريه مش الاهلي بس. انا شايف الحقيقه لسه في دور، واتمنى من الاستاذ جمال علام لاني يعني هذا الرجل اعرفه معرفه شخصيه وهو راجل محترم جدا، ولكن يعني اتمنى ان يكون في دور للاتحاد المصري الفتره الجايه ويكون في قوه في توطيد العلاقات ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، خاصه ان عندنا يعني المهندس هاني ابو ريده. انا دايما بقول المهندس هاني ابو ريده لانه يعني رقم 7 في الاتحاد الدولي يعني المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وبالتالي انت في مكانه تقدر من خلالها تخدم مصر وتقدر تخدم منتخبات مصر وتقدر تخدم كمان الانديه المصريه، مش خارج النطاق، ولكن احنا بنتكلم على الاقل زي ما كنت بتتكلم احمد من شويه وزي ما هنفضل. يمكن الراجل ليه حساباته برضه كابتن يعني ما هو موجود زي ما انت بتقول في الفيفا، لكن انا ما شفتش ليه دور، ماليش دور لا في خدمه يعني منتخبات مصر، ولا يمكن الراجل عشان كان في موقع المسؤوليه وتم استبعاده من المشهد فقال لك طب انا تم استبعادي شكرا جزيلا، كل واحد يشوف مصلحته، وارد، او انه ما عندوش القدره انه يعمل ده، وارد، او انه موقعه ممكن يبقى يعني متعرض لخطوره ما لو قام الدور ده. لا برضه وارد يعني بتتكلم عن لقح مثلا في الاتحاد المغربي، لا بيقدر يدخل ويطلب ويحقق كل اللي هو عايزه لصالح ده شاور للناس كده انا جبت لكم بطولتين السنه دي، هو بيقول لهم كده صراحه طبعا الانديه الكونفدراليه والانديه المغربيه وطبعا دوري الابطال ودي حقيقه ولصالح المنتخبات المغربيه. لا يعني لا بتتكلم انه كلها من خلال علاقات. خلينا نتكلم بصراحة شديدة جدا، انت كل ما بتوطد علاقتك بالاتحاد الافريقي او الاتحاد القاري اللي انت موجود فيه بتقدر تاخد اللي انت عايزه في ظل لوائح برضو مش بعيدة عنها. يعني اتمنى طبعا ان يكون في دور الاتحاد المصري الفترة الجاية لانه بالفعل اخفق في ده، وعايز اقول للناس اللي بتقول ان كابتن محمود خطيب او مجلس ادارة النادي الاهلي تأخر كثيرا جدا او اثر بشكل او باخر في انه يطالب بحق النادي الاهلي، لا ده ما حصلش، وانه في البعض الاخر بيقول لك عكس ده تماما، بيقولوا انه ما كانش ينفع يطالب بده بشكل علني علشان اللاعبين لا تتاثر. يا جماعه الموضوع ما بيمشيش بالشكل ده، لا يعني عايز اوضح بس ناس انه كابتن محمود خطيب بالتاكيد قعد مع لاعبتنا ومع رجالتنا اكتر من 20 30 مره عشان يفهمهم الوضع ويبعدهم تماما عن هذه الازمه. الموضوع كان خارج عن الإرادة تماما وإنه ما قدرناش نعمل ده لأنه الاتحاد المصري تأخر في إنه يدعم ده أو يطلب إنه يكون عندنا المباراة في مصر. يعني محتاجين إيه الفترة الجاية يا أحمد؟ محتاجين حاجة كتيرة جدا طبعا، محتاجين دعم كبير جدا لعبتنا، محتاجين لعبتنا تخرج من هذه الحالة وتقدر بشكل كبير جدا جدا إن جمهور النادي الأهلي في كل مكان لا متعطش لهذه البطولة، كان متعطش لهذه البطولة ولكن هيفضل يدعم فرقته، وفي بطولة مهمة جدا 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 بطولة الدوري العام، اعتقد انه لعبتنا عندها ثقة كاملة ان شاء الله او عندنا ثقة كاملة فيهم انهم يقدروا يستعيدوا مستواهم مرة تانية ويستعيدوا ثقتهم مرة تانية عشان نقدر نعود مرة تانية باذن الله لمنصة تتويج على بطولة الدوري. احنا بنتكلم في العشر سنين اللي فاتوا النادي الاهلي حصل على هذه البطولة 8 مرات، فالنادي الاهلي قادر بالتأكيد انه يرجع بسرعة جدا وانه يكون في حالة من عودة الثقة مرة تانية عشان نقدر ان شاء الله ننافس على هذه البطولة. يمكن من ساعة ما تولى موسيماني
عندي المسؤوليه، ما فيش فتره مر فيها الكيرف بتاع الاهلي بحاله الهبوط زي الفتره الاخيره دي. صحيح المستوى والنتائج. مستوى النتائج على كل المستويات محلي وقاري يعني. لكن في النهايه عشان تطلع من ده احسن، ايه اللي مطلوب كجهاز؟ وشايف ازاي روشته المصابين الى حد ما رجعوا، عندك صدمه ما بعد عدم التتويج بلقب دوري الابطال، كنت مفترض انك انت الاقرب ليه والاقدر بيه بالمناسبه، ما زلنا عند راينا في ده، فازاي تتعامل مع ده المعطيات دي وتبتدي تطلع الاهلي في صوره يعني قويه؟ بالتاكيد عندنا مشاكل فنيه شويه يعني يعني مش هنتطرق ليها بشكل كامل، ولكن عايز اقول انه لا، في على مستوى الاداء في شويه بعض اللاعبين بعيدا عن مستواهم الفترات اللي فاتت، اتمنى انهم يرجعوا لمستواهم الطبيعي. يعني بتكلم عن قفشه مثلا، واحد من افضل اللاعبين في مصر في الثلاث اربع سنين اللي فاتت. ابتدى يرجع وان شاء الله يستعيد مستواه بشكل قوي الفتره اللي جايه. غياب لاعب زي السولية عن المباراه اللي فاتت اثر بشكل كبير جدا جدا غيابه، اتمنى ان شاء الله تواجده في الفتره اللي جايه. الراجل قال ما كانش جاهز يعني، ما كانش يعني ده طبيعي يعني، ولو جاهز ما فيش خلاف يعني طبعا. ما فيش خلاف انه هيبقى متواجد، ولكن عايز اقول لك انه لاعب واحد بيفرق مستواه او غيابه عن مباراه بيفرق بالتاكيد كتير جدا جدا في نتيجه المباراه او شكل الاداء حتى. مستر موسيماني اتمنى يعني كل ما اتمناه منه الفتره الجايه انه يفتح صفحه جديده مع الجميع. طيب فتره التوقف ازاي نستفيد بيها، وخصوصا في ظل غياب 10 لاعبين او 11 لاعب ده غير المصابين، ده معلول طبعًا. ديانج تاو وسبعه مع كل اللاعبين الدوليين دول كلهم لاعبين دوليين، غير اللاعبين اللي ما زالوا لسه بيعانوا الاصابه، اكرم عمار، بدر بنون، عبد المنعم تم يعني اختياره في المنتخب بس مش عارف ايه موقفه، وهل ممكن يكون هيلعب في ماتش 5 و9 ولا لا. خلينا ناخد بقى احنا ممكن نستفيد من فتره التوقف الدولي دي ازاي، بس اسمح لنا نروح لفصل الاخير ونرجع لحضراتكم في سادسه مع نجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح. زي ما قلت لحضراتكم كابتن ايهاب جلال اختار سبعه من لاعبين النادي الاهلي عشان ينضموا لمعسكر منتخب الشناوي، مع ياسر وايمن و محمد عبد المنعم، ومعاهم حمدي والسولية، ومعاهم محمد مجدي قفشه، بالاضافه طبعا لانه معلول وديانج وبيسي تاو سافروا عشان ينضموا لمنتخباتهم وماتشات منتخباتهم في تصفيات امم افريقيا، معلول تونس، ديانج مالي، وبيسي تاو جنوب افريقيا، وبالتالي عندك فتره توقف. المنتخب هيلعب فيها 3 ماتشات، 2 رسمي وواحد ودي، مناسبه ماتش كوريا هيتلعب في يوم 14 الساعة 1 بتوقيت القاهرة هنا، الساعة 9 بتوقيتهم هناك، بالتالي عندك فترة توقف حوالي أسبوعين. إزاي تستغلها في إنك تجهز الناس اللي كانت بعيدة، ودول اللي بقى لهم كتير يعني فت أو يعني سلام بس ما بيشاركوش، إزاي تستغل الفترة دي تصحح أخطاء، إزاي تستغل الفترة دي تطور أداء يعني 14 يوم؟ أنا شايف إن هي إنه محتاج مستر موسيماني يعني، ودي نصيحتي، إنه الموضوع محتاج تجهيز نفسي اكتر، دوافع، لانه تجدد الدوافع، تجديد دوافع وتفتح صفحه جديده مع الجميع. انت لو قلت للناس يعني، لو قلت واللعيبه بتاعتي مش محتاجين حد يقول لها الجمهور ده عايز حد يصلحه يعني، أكيد. الجمهور ده أكيد. زعلان زعل ده طبيعي يعني، ده طبيعي، متفهمين طبعا المشاكل والظروف المحيطه، بس احنا في النهايه برضو فقدنا اللقب المفضل عند جماهير النادي الاهلي، اتعودنا خلاص احنا دايما. وعايز بس اركز على انه لعيبتنا بجد زعلانين جدا 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 فوق ما كل جمهور النادي الاهلي يتخيل، لانه فعلا فقدوا انجاز تاريخي، كل واحد فقد انجاز تاريخي مستحيل يتكرر تاني. صحيح. في تاريخه اعتقد في الفترات اللي جايه، فاتمنى بس انه الفتره الجايه مستر موسيماني يبتدي يجدد دوافع، يبتدي يتصالح مع الجميع، لانه لاعبتنا في مجموعه من اللاعبين بعيده جدا عن المشاركات، وبعيده نفسيا كمان عن انها تبقى موجوده بشكل او باخر في الفتره اللي جايه. شويه بعض اللاعبين ابتدوا يشعروا او يحسوا انه ما لهمش بديل، او ما فيش حد بيدبدب وراهم، وفي كره القدم ده صعب جدا جدا يا احمد، لانه كل لاعب بتتخيل او بتشوفه ماشي بشكل جيد ومركز واستمراريه في ادائه، لازم يكون في حد دايما بيدبدب وراه. وعلى العكس من ده، في لعيبه شافت انها كمان يعني
بعيده عن المشاركه حتى وهي جاهزه، فبالتالي يعني فقدوا كمان فقدوا طموحهم او الحميه او الرغبه صحيح. في انه يعني صحيح. فانا اتمنى الفتره دي تكون نفسيا اكتر، تجهزهم نفسيا اكتر، وان مستر موسيماني وكابتن سامي قمصان وكابتن سعد الحفيظي كلهم دور الفتره اللي جايه في تجديد الدوافع دي والمصالحه النفسيه مع الجميع، علشان يقدر النادي الاهلي يكون عنده اكتر من لاعب جاهز الفتره اللي جايه. كل ما هتجهز لعيبتك الفتره الجايه كل ما هيكون النادي الاهلي قادر ان شاء الله على العوده اسرع. ثلاثه ماتشات وديه طبعا في الفتره طبعًا دي طبعا محتاج ماتشات وديه بشكل كبير، لان في مجموعه كبيره زي ما اتفقنا انه ما بتشاركش بشكل كبير الفتره اللي فاتت، وبالتالي لا محتاج مباريات طبعا عشان تقدر تجهز اللاعبين. اهم يعني دايما تجهيز اللاعب هي المباريات، هي المشاركه في المباريات. فاتمنى ان شاء الله نكون في اكيد 3-4 مباريات الفتره اللي جايه في ال 10 ايام او اسبوعين دول. قبل ما اختم معاك اروح شويه لمنتخب مصر، محتاج ياخد حقه من الاهتمام. خلاص راجعين او بادئين مرحله جديده مع كابتن ايهاب جلال، عندنا ماتشين تصفيات امم افريقيا 5 و9، بعدهم مباراه وديه اعتقد هتكون قويه جدا، تجربه حقيقيه وقويه جدا مع منتخب محترم بيضم عدد كبير من اللعيبه. الكوريا نقلت نفسها الحقيقه نقله كبيره جدا. ناس اشتغلت وخططت، كوريا دي ما كانتش موجوده على الخريطه. على اللونج ران دايما بنتكلم انه مهم جدا يكون عندك سياسه يعني خطه طويله الامد. طبعا جدا عشوائي يعني بلدي قوي بلدي وعشوائي بشكل غير طبيعي. وده مستنيين الصدفه يعني مستنيين طبعًا. جيل طبعًا. مستنيين فلته تيجي تعمل النقله، لكن بحس انه تخطيط يعني لا مفيش كلام. انا عمري ما شفتش والله انا عارف انه الناس مخلصه يمكن يعني مش قصدي عيب في حد خالص، بس ما شفتش حد جه عمل حاجه في الكوره حسيتني لو باصص خمس ست سنين قدام. بس ده يعني اسف لو هقول لك انه مفيش اخلاص، لانه لو في اخلاص بالتاكيد هيكون في تفكير دايما في التطوير. مفيش اخلاص يبقى مفيش تطوير، وبالتالي انت دايما بتلعب على انه جيل كويس موجود بشكل عشوائي، بتشتغل بشكل عشوائي. لما بتحقق بطوله او بطولات سنتين ثلاثة ورا بعض لا بيكون في شكل عشوائي، أو جيل مختلف اتجمع في وقت ظروف مهيئة بشكل أو بآخر خارجة عن تفكيرك وتنظيمك وترتيبك وتطويرك للمنظومة. لا كل الكلام ده الحقيقه مش موجود، واتمنى انه يبقى موجود الفتره اللي جايه، خاصه زي ما اتفقت انا وانت انه الاتحاد المصري لكره القدم بقى متفرغ بشكل كبير للمنتخبات، وبالتالي عنده فرصه للتطوير في الفتره اللي جايه. كابتن ايهاب جلال محتاج الدعم جدا جدا الفتره اللي جايه، واتمنى مستني ايه من ايهاب جلال؟ الناس مستني الناس عاديه له طبعا طبعا الناس مستني اسنانها طبعا. يعني اتمنى انه الناس بس تقتنع انه الفتره دي يعني خلاص اتفقنا بشكل او باخر على كابتن ايهاب جلال، وانا شايف كابتن ايهاب جلال رغم انه كنت يعني متوقع او اتمنى ان يكون في مدير فني اجنبي، ولكن كابتن ايهاب جلال من الناس اللي اشتغلت الفترات اللي فاتت وطورت في كل الانديه اللي اشتغلت فيها. يقدر يعمل اللي الجماهير مستنياه. احنا مش مستنيين مكسب بس أداء. احنا محتاجين تطوير كره مصر ترجع تاني. صحيح صحيح. كابتن ايهاب جلال عنده فكر ودايما بيطور من نفسه، والحقيقه يعني بمعرفتي الشخصيه بيه ايهاب جلال اختلف عن الست سبع سنين اللي فاتوا او المواسم اللي فاتوا في تطوير نفسه بشكل دائم، بيتابع بشكل دائم بره يعني انا عارف هو بيشتغل ازاي. وبالتالي دايما في تطوير في كل الفرق اللي بيلعب معاها على مستوى الاداء. الناس متخوفه شويه، ويمكن كنت بتكلم انا وانت في الفاصل انه في نجوم كبيره جدا جدا في منتخب مصر، هل قناعاتهم هتبقى موجوده او احترامهم لهذه انا عايز اقول لك الشخصيه على حظه على حظه او لا يعني مستلم المسؤوليه في توقيت احنا ما حققناش حاجه السنه دي. يعني الاهلي طبعا كان دايما مشرفنا ورافع راسنا كاس عالم وسوبر ودوري نفسيا أطلع. الناس بتبقى فبالتالي الفرقه بتبقى فايقه، اللعيبه واقفه على رجلها، فبتشيل المنتخب عنده لعيبه الاهلي راجعه له. الزمالك طبعا طلع بدري بيراميدز مصري نفس الحكايه. حتى ابو صلاح اللي كنا يعني بنرمي يعني عليه موسم، على الرغم انه على فكره احسن، انا بشوف كوره صلاح السنه دي احسن موسم لعب فيه كوره دي حقيقه، لكن ما حققش يعني طبعا يعني ما حققش البطولتين الاهم يعني الشامبيونز ليج بريمير ليج. فيعني يعني بالتاكيد الحاجات دي هتفرق شويه، ولكن انا اعتقد ان ايهاب جلال هيقدر يطور على مستوى الاداء، ولانه عنده السكواد بشكل كبير جدا لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، وعندك جيلين يعني انا بتكلم ان منتخب مصر دلوقتي اصبح فيه جيلين من اللاعبين على مستوى الاعمار، كبار والكبار اللي كانوا الشباب يعني طبعا. وبالتالي لا عندك فرصه جيده انك تقدر تعمل منتخب قوي الفتره اللي جايه ان شاء الله. ايهاب جلال يقدر يعمل ده،
واتمنى ان شاء الله انه الجماهير الكره في مصر تدعم كابتن ايهاب جلال الفتره اللي جايه، وما يتخوفوش من فكره انه في نجوم وفي يعني نجوم كبار قوي موجودين في منتخب مصر. صح. وفكره ان ايهاب جلال مش اسم كبير في كره قدم، هو طبعا نجم من نجوم النادي الاسماعيلي ولعب منتخب مصر، ولكن يعني مش بشهره مثلا كابتن حسن شحاته او حاجه، ولكن اعتقد ان عقليه اللاعبين او اللاعبين الموجودين في منتخب مصر دلوقتي تقدر تستوعب فكر كابتن ايهاب جلال واحترامهم الشديد ليه. ان شاء الله يكون في توفيق ليهم الفتره اللي جايه باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا، وبالتاكيد طبعا الفتره اللي جايه مع التوقف هنفرد مساحات اكبر للكلام على مواجهات منتخب مصر، على اختيارات مستر مش عارف ليه مصمم على مستر ايهاب جلال. يعني خليه مستر ايهاب جلال ان شاء الله عشان الناس تقتنع شويه. اه ليلمس بورنيه طبعا، ان شاء الله يكون موفق. خليني بس قبل ما اختم الحلقه اقول انه ما تستبقوش الاحداث، انا ما عنديش تفاصيل، ما عنديش معلومه مؤكده، متاكد ان في قرارات كتيره جدا هترجع الاهلي افضل واحسن من واقوى من الاول. مهم قوي قوي وانت بتاخد القرار عشان يحقق النتيجه والهدف اللي انت بتسعى له انك انت تاخد القرار ده في التوقيت السليم. فبالتالي ثقوا تماما في اداره النادي الاهلي، وثقوا تماما في فرقه النادي الاهلي، وان شاء الله بوعدكم زي ما اتعودتوا زي ما عودني النادي الاهلي دايما انه باذن الله اللي جاي هيكون احسن. كابتن اشرف شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله باذن الله لقاءات جايه نحتفل فيها بالقاب وبطولات كتير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا يا احمد، دايما سعيد بوجودي معاك. جمهور النادي الاهلي وحمايه دايما دايما في دار النادي الاهلي، ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي الجايه الفتره الجايه. شكرا على المتابعه، وبكره على كل خير نتقابل دايما على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لكم.